نشرة الأخبار مباشرة من قناة العيون، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يؤكد ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، خصوصا في شقه الاجتماعي. ومن بجدور نتابع اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة أسعار وجودة المنتجات الغذائية تكثف من جولاتها الميدانية اليومية خلال شهر رمضان الأبرك. وفي النشرة أيضا نرصد من طرفي النسخة الأولى من ليالي المديح النبوي الشريف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى التفاصيل. أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يومه الاثنين 18 أبريل مكالمة هاتفية مع أخيه صاحب الجلالة الهاشمي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. وشكلت هذه المكالمة مناسبة لاطمئنان جلالة الملك حفظه الله على صحة العاهل الأردني بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجرها مؤخرا. كما شملت المحادثات بين العاهلين التطورات والأحداث التي تعرفها القدس والمسجد الأقصى في ضوء ما شهده من اقتحامات للأماكن المقدسة واعتداءات على المصلين، وذلك من منطلق رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للجنة القدس وتولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريفة. ولقد اعتبر العاهلان أن من شأن هذا التصعيد أن يزيد من مشاعر الحقد والكراهية والتطرف، وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام بالمنطقة. كتبت صحيفة العرب اللندنية أن سلوك الجزائر المعرقل حول قضية حيوية بالنسبة للعالم العربي أثار مخاوف وهواجس حقيقية داخل المجموعة العربية من نزوع هذا البلد إلى التضحية بالقضية الفلسطينية لاسترضاء رغبته ضد المغرب ومؤسسته. تقرير عيد سرتي. تحت عنوان دفاع العاهل المغربي عن المدينة المقدسة يشد أعصاب الجزائر، ذكرت صحيفة العرب اللندنية أن ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة عرقل السبت المنصرم اعتماد بيان صادر عن المجموعة العربية في نيويورك يتعلق بالاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأماكن المقدسة بالقدس، وذلك بسبب الإشارة إلى دور لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشارت إلى أن مشروع البيان العربي الذي تم توزيعه على المجموعة العربية في نيويورك من أجل اعتماده أدان الاعتداء الإسرائيلي بالمدينة المقدسة، واعترف بالدور الهام للجنة القدس برئاسة جلالة الملك في الدفاع عن المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها. وأبرزت أن الوفد المغربي أيد بقوة هذا المشروع، كما أيدت جميع الدول الأعضاء في المجموعة العربية نص البيان باستثناء السفير الجزائري الذي عارض الإشارة إلى لجنة القدس وحاول إدراج إشارة إلى دعم رئيس بلاده للقضية الفلسطينية. وتابعت الصحيفة أن الاعتراض الجزائري يشكل حلقة جديدة من التصعيد الذي انتهجته الجارة الشرقية منذ أشهر ضد المغرب بعد أن فشلت في تحقيق أي توافق بين الفصائل الفلسطينية لدى احتضانها الحوار الفلسطيني في يناير الماضي. وأضاف كاتب المقال أن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أفشل المحاولة اليائسة للسفير الجزائري الرامية إلى إدراج إشارة إلى دعم الرئيس الجزائري للقضية الفلسطينية في مشروع البيان، بالنظر لكون هذا الأخير كان حول الوضع الخاص بالقدس الشريف والذي لا تملك فيه الجزائر أي مساهمة، على عكس جلالة الملك والعاهل الأردني في إطار الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
في موضع آخر، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش في معرض جوابه على سؤال محوري حول وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيوستراتيجية ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أكد أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي خصوصا في شقه الاجتماعي. تقرير رشيد إكن. الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية وغير مسبوقة هي مسألة مكلفة بشكل كبير لميزانية الدولة، لكن في الوقت نفسه إنجاز مهم يحسب للدولة. تأكيد جاء على لسان رئيس الحكومة الذي أضاف أن المملكة راكمت تجربة جيدة للصمود أمام الأزمات المتتالية، بل نجحت في تحويلها إلى فرص سانحة للنمو والتطور. تمكنت الحكومة بفضل اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية من تقليص عجز الميزانية إلى 6% سنة 2021 مقابل 7.6% سنة 2020. رئيس الحكومة جاب مجموعة من التدابير والإجراءات اللي بدأت فيها الحكومة، كاين اللي غادي تعطي الثمار ديالها على المدى القصير، وكاين اللي غادي تعطي الثمار على المدى المتوسط. تنظن بأنه البرامج يعني المؤقتة اللي هي غادي تجي باش تخفف من هاد الآثار هذه على المواطنات والمواطنين غادي تكون مهمة. الحكومة كتمارس التواصل مع الساكنة، مع المواطنات والمواطنين فيما يخص مواضيع الساعة اللي أهمها طبعا تقلبات الأسعار على المستوى الدولي وتأثيرها على أسعار على المستوى الوطني. وبخصوص الظرفية التي تعيشها الساحة الوطنية فيما يخص الدعم المخصص لأتمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، أكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة تشتغل عن كتب لتوفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم بغية تخفيف آثارها على القدرة الشرائية للمواطنين. المحروقات كتنزل في السوق الدوليه وكتبقى مرتفعه عندنا، ما فهمناش هذا الشيء اللي كطري عندنا في البلاد. كننتظر الحكومه انها تفعل، المواطن باقي كيتسنى. حنا الهدف ديالنا هو استقرار ديال المواطن وانه يعيش واحد الجوده في الحياه ديالو، وكان عليهم يقوموا باجراءات اخرى، يخفضوا من الضريبه على الاستهلاك ديال المحروقات والطيفيه، وكان بامكانهم ينقصوا من الهامش ديال الربح ديال شركات المحروقات. قدمنا حلول انيه لاشكاليات كبرى، برامج استعلاجية لمواكبة قطاع الفلاحة والسياحة والنقل، 2 مليار ديال الدهم للمخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، 10 مليار ديال الدهم للمخطط الاستعجالي للقطاع الفلاحي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، 13 مليار ديال الدهم ديال المقاولات ديال التيفيا لا ريستيتيسيون. رفعنا من الدعم المخصص للمواد الأساسية المستوردة ووصلنا البرامج الاجتماعية 747 مليون درهم شهريا لدعم القمح الطري الذي ينتج منه الدقيق، 14 مليار ديال الدرهم إضافية كدعم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب باش ثمن الكهرباء ما يتزادش ب 40% على المواطن، 3 مليار ديال الدرهم لدعم مادة السكر والحفاظ على استقرارها، دعم ديال الغاز ديال البيوتان. دزنا من 9 مليار في 2020 ل 14 مليار في هذه السنه، وللحفاظ على السعر البوطة ب 40 درهم الدوله كتدفع اليوم 116 درهم على كل قنينه، 116 درهم اللي كتدفعها الدوله لان ثمن الاستيراد ديال الطن ديال الغاز كيتجاوز 1000 دولار، وهذا الشيء اللي كان في 2020 و2019 ما كانوش هذه الاثمنه. وهذا الشيء بالاضافه للدعم المهني على المحروقات اللي استفدت منه 180 ألف عربة في هذه الظرفية المتسمة بتقلب الأسعار. رئيس الحكومة خلص إلى كون الإجراءات الحكومية التي اتخذتها كان لها وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث حالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار، مشددا في هذا الصدد على أنه لولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي لاتخذ واقع الأسعار منحنيات مرتفعة. إلى بوجدور، حيث تواصل لجان مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية جولاتها الميدانية من أجل تفقد وضعية التمويل بمختلف الأسواق ومراقبة مدى احترام معايير الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. في المتابعة بريغن العروسي ومحمد شعرة.
أعضاء اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة ببوجور يحرصون على تكثيف خرجاتهم الميدانية لتتبع وضعية تموين الأسواق المحلية ووفرة كافة المتطلبات الضرورية الاستهلاكية اليومية للمواطنين، وعمل مستمر من طرف الدوائر والجهات المعنية بمراقبة الأسعار والجودة لضمان المتابعة المستمرة لمواجهة أي مضاربة محتملة يمكن للأسواق أن تشهدها ومدى استجابة أصحاب المحلات لمعايير جودة العرض واحترام الأسعار. فالإقبال كيف كيعرف كل الكل راه كيكون زايد شوية بالنسبة للمواد الغذائية، خصوصا اللي كتستعمل في المائدة ديال رمضان هذا الشهر الكريم. وحنا الحمد لله كل شيء متوفر هذه الساعة، كل شيء السلع كاينة، وأثمنة كاين بعض المواد اللي شوية مزيودة في الثمن، ولكن الحمد لله كاين الوفرة وكل شيء موجود وكل شيء متوفر هذه الساعة. لا قلت لك الخير موجود الحمد لله، والثمن مناسب، والنظافة والنقاء كاينة الحمد لله، الجودة على البلاستيك ايوا الحمد لله ما خاص حتى شي خير. لحوم باجود اللحوم بالنسبه للتامينه ديالها، بالنسبه للبقري والجملي والمعزي والغنمي، الثمن ديال المعزي اللي هو في هذه الايام معروف على الصعيد الوطني الاسعار ديالو مرتفعه اللي كتجاوز حتى 85 درهم، والبقري 75 والغنمي 80 درهم. بالنسبه للجوده ديال اللحوم راه بالنسبه للطريق البيطري كيعطينا الترخيص ديال اللحم كله كتخرج على سواء على شي حاجه اللي هي جوده عاليه الحمد لله. الخضرات اللي موجوده كاين الحاجه الغاليه وكاين الحاجه الرخيصه بحال الفلفله، الفلفله الحمراء الفلفله الصفراء هما اللي غاليين. المهم كل شيء موجود في متناول الجميع، الليمون تا موجود، الديسير موجود، التفاح بانر. تتجول هذه اللجنة بشكل يومي بين مختلف المحلات التجارية للوقوف على السير السليم لعمليات البيع والشراء وإجراءات السلامة الصحية المتخذة من طرف أصحاب المحلات التجارية، مع فرض احترام أسعار المواد المقننة وأسعار باقي المواد الأخرى، وزجر كل الممارسات التي تروم المضاربة أو الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وشفافية المعاملات التجارية. تقوم هذه اللجنة بمختلف الممثلين ديالها بمراقبة حول السوق المحلي للتأكد من مدى توفر المواد الغذائية التي يقبل عليها الإقبال، التي يكثر عليها الإقبال في هذا الشهر الكريم. وتأكدت أيضا بأن الأثمنة هي في مستوى في متناول الساكنة بما بشكل لا يؤثر على الدخل الفردي للأسر. على غرار كل سنة تقوم اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة بجولات يومية من أجل تتبع تموين السوق المحلية بمختلف المواد والسلع التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، وهي مناسبة كذلك من أجل ردع كل المخالفات والممارسات غير قانونية التي من شأنها التأثير سلبا على قدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وكذا الإضرار بصحتهم وسلامتهم من جهة أخرى. بالنسبة لهذا الشهر الفضيل لم نرصد مخالفات بالحجم الكبير ولله الحمد. بالنسبة للمعاملات في المستوى والتعامل المواطنين مع البائعة والمتجولين وغير ذلك، نرصد هنالك تفاهم في الوضعية لزيادة الأسعار، والأسعار ما حد الساعة ولله الحمد ما هي يعني متوسطة لحد الآن. وعقب كل جولة مراقبة تحرص اللجنة الإقليمية على إتلاف المواد المحجوزة مراقبة أسفرت عن تسجيل جملة من المخالفات من قبيل عرض بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو المخزنة في ظروف لا تستجيب للمعايير الصحية المطلوبة، مما قد يضر بصحة وسلامة المستهلكين. خلال شهر رمضان المبارك تقبل الكثير من الأسر على اقتناء الفواكه بمختلف أصنافها، وخصوصا منها الفواكه الاستوائية بالنظر إلى خصائصها وقيمتها الغذائية الغنية. روبورتاج من السوق النموذجي بمدينة العيون مع مصطفى محمد المصطفى خيا ومحمد مولود ملاخف. السوق النموذجي بالعيون في واحد من أيام شهر رمضان المبارك ومحلة بيع الفواكه الاستوائية تشهد إقبالا كبيرا ورواجا ملحوظا،
والفواكه الاستوائية من المواد التي تلقى حضورا لافتا على موائد الإفطار، لما لها من أهمية بالغة على صحة الصائم. أنواع الديسير اللي كتمشي وهو الليمون، مع الليمون بزاف د العصير، تفاح، بنان، شوية خيزو، كل شيء هادشي اللي كاين ديال العصير يمشي، سويهلة، دلع، أي حاجة ديال العصير كتمشي. تجار بيع الفواكه الاستوائية يسجلون ارتياحهم خلال هذا الشهر المبارك لمستوى الأسعار المخصصة لهذه المواد، حيث على حد تعبيرهم انخفضت أثمان الفواكه الاستوائية خلال هذه السنة بالمقارنة مع نفس الفترة خلال السنة الماضية. أغلبية تيتمشاو العواصير، هادشي ديال العصير بحال المانجا، بحال الافوكا، بحال الخوخ، التفاح بحال شي ديال التفاح تيكون شوية الهزان ديالو شوية قليل، بحال هادشي ديال المانجا وهادشي ديال الباباي والخوخ، شادية الفريز، كاع أي حاجة تتعصر في هادشي ديال العواصير تيكون عليها واحد شوية ديال الإقبال. إسعار داكشي الحمد لله داكشي ناقص كاع العام اللي فات كاع بزاف، بحال المانجا دابا راه ساوية 8 دراهم، 360 ريال، 340 ريال، بحال الخوخ دابا 280 260 ريال. الحمد لله داكشي الحمد لله بخير، الحمد لله موجود الخير. وأسواق مدينة العيون وخلال هذه الفترة تعرف حركية هامة ورواجا كبيرا لكافة المواد المعروضة من خضرة وفواكه وغيرها، وسط شكل تنظيمي متميز يراعي كافة حاجيات الساكنة. فقرة نصائح وإرشادات صحية نتعرف عليها مع الدكتور نور الدين أمرماغ، طبيب عام بمستشفى مدينة الداخلة. بالنسبة للأطباق الغنية بشهر رمضان، هناك الأطباق ديال الأسماك اللي هي كتكون غنية بالأملاح، الأملاح المعدنية، وغنية كتحتوي الكثير من المعادن كالزنك كاليود كالحديد، كذلك غنية بالبروتين بالفوسفور بالكالسيوم والفيتامين دي، وبالأخص أحماض الأوميغا 3 الدهنية اللي هي كتحافظ على الصحة الجسدية للناس، بالإضافة كتكون كتقوي في أيام الصيام. وبالنسبة لطريقة الطهي، احنا كننصح الناس يبعدوا على الدهون المقليات نظرا للسلبيات ديال الزيت، بالإضافة إلى الطهي من الأفضل يكون عن طريق يعني سواء عن طريق الشواء سواء عن طريق الفران اللي كيكون أكثر صحي. أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن تسجيل 30 إصابة جديدة بكوفيد 19 مقابل تعافي 66 شخصا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة الماضية. في الشأن التربوي وفي إطار التعبئة المجتمعية للحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة، أطلقت ثانوية عبد الكريم الخطابي الإعدادية بقليميم عملية من طفل إلى طفل الرامية إلى ضمان عودة المنقطعين من التلاميذ إلى فصولهم الدراسية. في المتابعة عياد سرتي، هذا المحضار وجمال الخصاصي. من أجل الحد من ظاهرة الانقطاع الدراسي وحفز التلميذات والتلاميذ الذين غادروا فصولهم التعليمية لأسباب متعددة للعودة لمواصلة تحصيلهم الدراسي، تعطى الانطلاق لعملية من الطفل إلى الطفل التي تديرها الوزارة الوصية في إطار تنزيل المشروع الرابع من الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والذي يتوخى أساساً تأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية. جينا اليوم باش نشارك في عملية التعبئة المجتمعية من طفل لطفل، باش نحاول نردو التلاميذ المنقطعين، باش نرجعوهم التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، نحاول نقنعوهم باش يرجعوا يقراو، ونزورهم في البيوت تاعهم باش نقنعوهم العام الجاي إن شاء الله يرجعوا للمدارس ديالهم.
هذه العملية التربوية في دورتها 14 تأمل تحسيس مختلف الفاعلين والمتدخلين في الحقل التربوي بظاهرة عدم التمدرس والانقطاع عن الدراسة، ودعوة الجميع بما فيهم المتعلمات والمتعلمين إلى الانخراط في جهود وتدابير إقناع التلاميذ المنقطعين وأسرهم للعودة لأقسامهم الدراسية. الهدف من هذه العملية هذه هو استرجاع التلاميذ المنقطعين عن الدراسة أو الغير المتمدرسين. جندنا لهذه العملية هذه مجموعة من التلاميذ والتلميذات داخل المؤسسة، حاولنا نكونهم في هذه العملية هذه في إطار واحد البحث ميداني استقصائي حتى يتواصلوا يقدروا أنهم يزوروا التلاميذ المنقطعين في البيوت ديالهم، يحاولوا يقنعوهم بأهمية الدراسة والعودة إن شاء الله في الموسم القادم. وهذا نداء لجميع الآباء والأمهات، فالوليدات ديالنا المكان ديالهم هم طبيعي هو داخل أقسام معية الزملاء ديالهم وليس في البيت أو في الشارع. عملية تربوية بطابعها التحسيسي عبأت كل الإمكانيات لضمان تواصل مباشر مع الفئة المنقطعة وتوعيتها بمبدأ إلزامية التعليم وتفعيله وبذل قصارى الجهود لتأمين عودة التلاميذ المنقطعين لفصولهم لمواصلة تحصيلهم الدراسي. فقرة نفحات من الذكر الحكيم نتعرف عليها مع المقرئ عبد العزيز نصري من مدينة بوجدور، لنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، عبد العزيز النصري أدرس بجذع مشترك آداب، أحفظ من القرآن 15 حزب برواية ورش عن نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إلى طرفها، حيث نظمت جمعية إبداع للشعر الحساني والموروث الثقافي بشراكة مع جمعية سمر للثقافة والموسيقى الحسانية وبشرف من المديرية الجهوية للثقافة، نظموا النسخة الأولى من ليالي المديح تحت شعار ليالي طرفها الرمضانية في مدح خير البرية. في المتابعة سرتي وصالح رقيبي. هي ليلة من ليالي رمضان بالطرفاية، سهرات للمديح النبوي، إحدى العادات الثابتة في هذا الشهر المبارك بالأقاليم الجنوبية، موروث شعبي ضارب في القدم تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل. يا
السبت زعينو لا تدي تحفل الضيم الدواء وقطعت معاه على هذا الزين كان مقطوع بنداه. أمسية فيها تلاقع ثقافي، أمسية مولي فيها جمع الكلمة الموزونة وجمع الموسيقى الحسانية اللي كانت كاملة في طار غرض المديح اللي هو غرض شعري، غرض مديح النبوي الشريف بمناسبة كيف قلنا حلول هذا الشهر الكريم. وكان الحمد لله حضور ينم عن ثقافة الطرفاية وينم عن الطرفاية متعطشين ذا النوع من الموسيات وذا النوع من المشاركات. كان حضور الجمهور في المستوى، كان دائما الشعراء اللي آزرونا وشاركونا من مدينة الطنطان ومدينة العيون ومن أقاليم مولي الجهة كاملات. حات المدح هذه الأمداح النبوية الشريفة اللي ما قد حد يعبر عنها، ما هو بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ذا اللي ذا هو زين كامل زين تبارك الله. ذا الشباب الحمد لله اللي طالع، وزين ذا القاير كامل من الأشعار في إطار المدح النبوي. هي تدخل في إطار التنشيط الثقافي اللي يحتفى بمدح رسول الله عليه الصلاة والسلام بمناسبة رمضان الكريم، وكذلك تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 64 لاسترجاع مدينة طرفاية. وهذا المجتمع المدني من هذا النوع يستحق الدعم ويستحق المساندة، لأنه مجتمع مدني فعال وعنده مبادرات طيبة ومبادرات خيرة، مبادرات تخدم الثقافة وتخدم الفن. تظاهرة فنية تروم إحياء تراث المديح والسماع النبوي الشريف والحفاظ على الموروث الحساني في شقه المتعلق بالمديح والسماع بالنظر إلى قيمه ومثله الراقية. رياضيا وتحديدا بقليميم التي تشهد العديد من المنافسات الرمضانية خاصة في كرة القدم المصغرة، إحدى هذه الدوريات من تنظيم الجمعية الرياضية لنجوم القويرة لكرة القدم داخل القاعة بدعم من المجلس الجماعي لقليميم. عياد سرتي حافظ محضار وجمال الخصاصي. على مدار أماس هذا الشهر الفضيل تتواصل منافسات هذا الدوري الرمضاني المخصص للفئات الصغرى في كرة القدم المصغرة، منافسات تحظى باهتمام ومتابعة جارفة حيث تستقطب جمهورا عريضا يحرص على تتبع ومواكبة عطاءات الفرق المشاركة في هذا الدوري الذي يقدم مساهمة في الكشف عن مواهب مجموعة من الطاقات الواعدة. زين ديري هذا مهم لي ومهم لكل الدراري، وباش نكبر الفرقه ديالي تولي كبيره وتولي معروفه، وباش نعرف الدراري اخرين ونعرف الفرق اخرين. جبنا الاطفال ديالنا باش يتشاركوا في الدوري وتكون واحد العلاقه بالاطفال كاملين باش يتعرفوا، وباش كره القدم ديال الفوتسال حتى هي تكون واحد المركز جميل في مدينه قليميم ودنون. والحمد لله عندنا اطفال مواهب جيده وكيشرفوا. ثمانية فرق تتنافس في إطار مجموعتين اثنتين خلال أطوار هذا الدوري الرمضاني الذي تأمل من خلاله الجهة المنظمة تشجيع الرياضة القاعدية والتأسيس لمنافسات تساهم في إبراز ما تزخر به المنطقة من مواهب وطاقات ستكون لها كلمتها مستقبلا. الدوري ديالنا كيشاركوا فيه 8 ديال الفرق مقسمين على جوج ديال المجموعات، يعني ما يقارب 86 مستفيد في الفرق كاملين من بين الأطفال الصغار. وحضور في هذا الدوري هذا يعني الرمضاني كيكون كبير بحكم أنه هو دوري ليلي، وبحكم أنه يعني كيكون الفئة المستهدفة أطفال صغار في السن، يعني تحت شعار هذا الموسم هذه السنة هذه نضمنا تحت شعار الآن بالرياضة الآن نبني وفي المستقبل نجني. تظاهرة رياضية إذن، وبالإضافة إلى طابعها التنافسي الشريف تمكن أيضا من خلق أجواء تنشيطية بأحد أعرق أحياء مدينة قليميم خاصة على امتداد أماس هذا الشهر الأبرك.
بالداخل نظمت العصبة الجهوية الداخلة والذهب لكرة القدم بشراكة مع عصبة جهة إقليميم وأدنون المرحلة الرابعة والأخيرة من الدورة التكوينية للحصول على رخصة كاف دي لفائدة عدد من المدربين المحليين. بكر دليمي ومحمد يدس. بمدينة الداخلة انطلقت الدورات التدريبية لنيل الرخصة الإفريقية باء للمدربين بكرة القدم. تتضمن هذه الرخصة تبادل واكتساب معلومات فنية وتدريبية كثيرة، والتي تمكن المدرب من الاطلاع على مستجدات التدريب في كرة القدم بصفة دورية، وهو العامل الأساس في تطوير خبراته. هذه الدورة الاستثنائية كونها تضم مجموعة مميزة من اللاعبين الدوليين السابقين والخبراء في مجال كرة القدم. في ظروف جيدة اللي كان فيها محتواها أكثر تكتيكي وأكثر واقعية لكرة القدم الحديثة، كانت تمولي مشاركة جيدة من المشاركين، كانوا حاضرين، كانوا مركزين، واللي نتمنى على أن هذا كامل اللي حكموا اللي قبلوا من الدروس واللي قرأوا من الدروس يتبلور على الملعب ويعطي نتيجة. المحتوى على البرنامج ديال هذه الموديل الأخير من ليسانس بي هو أكثريته تكتيك. أولا شفنا الهجمات السريعة، ثم من بعد ذلك الدرس ديال الهجمات المنظمة، بعد ذلك شفنا التغيير من الدفاع للهجوم والتغيير ملي من الهجوم للدفاع. I've been this week working in Dakhla on the license B CAF. It's been a good week with the candidates who are very passionate and enthusiastic. We've worked on many elements of the course, including jeu d'entraînement, changement de jeu. We've worked on offensive and defensive animation. We've worked on playing forward and the principles of play. And the candidates have all delivered the themes that they were given. And the quality has been very good from all the candidates. And we look forward to supporting them throughout the rest of this B license. ويشمل برنامج الدورة التي يقدم محاورها عدد من الخبراء الوطنيين والأجانب محاضرات عملية في ملعب متخصص لهذه التدريبات بعدما استفادوا من محاضرات نظرية. وتشهد الدورة مشاركة مجموعة من المدربين والتقنيين المحترفين، فيما يشارك عدد كبير من المدربين للاستفادة من هذه الرخصة. الموديل الثالث والرابع اللي كنا درنا فيه واحد الدروس يعني نظرية وكذلك تطبيقية، اللي بطبيعة الحال استفدنا منها من ناحية ديال التكتيك دو جو، من ناحية ديال كيفاش نتعاملوا مع المعطيات اللي عندنا في التيران. جميع الظروف اللي كانت مزيانة بطبيعة الحال. بالنسبه لهذا الفورماسيون، احنا الان في الموديل الثالث والرابع، اللي صراحه وكيف ما هو معلوم بانه هذا الفورماسيون هي شراكه بين العصبتين، عصبه قلميم وادنون وعصبه الداخله وادي الذهب. وبطبيعه الحال هذه الدوره التكوينيه غترجع بالنفع على الجهتين، سواء جهه قلميم وادنون ولا جهه الداخله وادي الذهب. ونتمنوا صراحه لانه استفدنا الشيء الكثير من هذه الدوره التكوينيه، والاكيد انه غادي يكون عندها وقع ايجابي لا من المدربين على اللاعبين في الجهتين الاثنين، ولا من طرف المدربين من جهه العصبتين ان شاء الله. تاتي هذه الدوره الافريقيه ضمن برامج الجامعه الملكيه لكره القدم وعصبتي جهه الداخله وادي الذهب وجهه قلميم وادنون لكره القدم، لتطوير خبرات مدربي الانديه المحترفه وانديه الدرجه الاولى، واطلاعهم على مستجدات البرامج التاهيليه والتي من شانها المساهمه في اثراء العمل الفني في نشاط كره القدم بكافه مراحله، بوجود مدربين اكفاء يحملون شهادات معتمده ومرخصه من الاتحاد الافريقي، كونها خطوة ضرورية ومهمة في عملية تطوير نشاط الكرة في المملكة. الآن إلى قراءة في جديد الصحف الصادرة يوم غد إن شاء الله في تقرير للزميلة نجية بوشلقة.
يومية الأحداث المغربية كتبت بعد تحذيرات سابقة أعاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التعبير عن قلق مصالح الأمن المغربية من الصعود غير المسبوق لتنظيم الدولة في منطقة الساحل، وانتقد انعدام التعاون مع السلطات الجزائرية لمكافحة الإرهاب. وقال حبوب الشرقاوي في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية إن تنظيم داعش نشط بشكل مكثف في منطقة الساحل، مما ولد ويولد قلقا كبيرا على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويشكل تهديدا ليس فقط لإفريقيا ولكن أيضا للدول العربية والأوروبية. وأضاف مدير المكتب المركزي التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه في الوقت الذي يتزايد خطر وتهديد التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، فإن السلطات الجزائرية التي لها حدود مباشرة مع دولتي مالي والنيجر تواصل رفض التعاون مع نظيرتها المغربية. وتابع الشرقاوي أن أكثر ما يقلق المغرب حاليا هو منطقة الساحل التي أصبحت ملاذا آمنا وخصبا للتنظيمات الإرهابية، ولا سيما تنظيم الدولة بعد هزيمته في العراق وسوريا. وأضاف المسؤول الأمني أن من الأخطار الأخرى في منطقة الساحل هو التنسيق الذي يتصاعد ويتطور بين التنظيمات الإرهابية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود النشطة في تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر. صحيفة برلمان كوما الإلكترونية كتبت: أكدت صحيفة اليونيفرسال المكسيكية أن الموقف الإسباني الجديد الداعم للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء خطوة عملية لدعم الاستقرار الإقليمي. وأبرزت اليومية المكسيكية في مقال بعنوان إسبانيا والصحراء إعادة تشكيل التحالفات الاستراتيجية في أوروبا أن دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية للنزاع المفتعل حول الصحراء خطوة عملية اتخذتها مدريد لدعم الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي. وأبرز كاتب المقال أن قرار مدريد يستند إلى قراءتين ترتبط الأولى باقتناعها بأن الحكم الذاتي في الصحراء هو الضامن الوحيد لتنمية المنطقة واستقرارها تحت السيادة المغربية، فيما تؤشر الثانية على إعادة تشكيل التحالفات الاستراتيجية في أوروبا في سياق الوضع العالمي المعقد. وجدد الكاتب أن الموقف الإسباني تأكيد جديد على الخطورة التي تمثلها جبهة البوليساريو من جهة، واندحار الجزائر التي تدعم مزاعمها في مقابل تعزيز دور المغرب الدبلوماسي والاستراتيجي من جهة أخرى. وسجل الكاتب أن موقف مدريد يؤكد أن المقترح المغربي للحكم الذاتي حل براغماتي وقابل للتطبيق لمعالجة مشكلة تنطوي على مخاطر محتملة لأمن أوروبا والحلف الأطلسي. يومية الأخبار كتبت: كشف رئيس الحكومة عزيز خنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار والتدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من تداعيات هذا الارتفاع، وخاصة دعم القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح خنوش خلال الجلسة التي خصصت لموضوع الاستراتيجية الاقتصادية التي تنهجها الحكومة لمواجهة التقلبات العالمية وتأثيرها على السياسات العامة والوضع الاقتصادي الوطني أن العالم يعيش منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية انطلقت بأزمة كوفيد-19 التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق، ومع بروز آمال تحسن الوضعية الصحية وبداية انتعاش الاقتصاد الدولي تسبب ارتفاع الطلب العالمي مطلع 2021 في أزمة جديدة وغير مسبوقة مرتبطة بارتفاع جل أسعار المواد الأولية. وتفاقمت في بداية هذه السنة حدة التضخم على خلفية تصاعد الاضطرابات والصراعات الجيوستراتيجية واندلاع الحرب الجارية في أوكرانيا، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي. صحيفة بيان اليوم كتبت: أفادت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن السيدة أمينة بن خضراء اليوم بمجلس النواب أنه تم حفر 67 بئرا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و2022، كشفت 40 منها عن وجود كميات من الغاز الطبيعي. وأوضحت بن خضراء في عرض قدمته أمام لجنة البنية الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة أن هذه الاستكشافات رغم صغر حجمها تتميز بمردودية اقتصادية نظرا لتوفر شبكة الأنابيب الغازية بعين المكان وسوق محلية متمثلة في عدة وحدات صناعية.
صحيفة جودة الإلكترونية كتبت ذكرت مصادر محلية بالداخل أن فرقة الصقور التابعة لأمن الداخل تمكنت من إحباط شبكة لتنظيم عمليات الهجرة السرية، وأضافت المصادر بأن العملية الأمنية مكنت من توقيف 17 مرشحا للهجرة السرية بأحد المنازل وسط المدينة، بالإضافة إلى توقيف متورط في تنسيق العمليات الهجرة كان رفقتهم. وأشارت المصادر نفسها بأن الفرقة الأمنية التي نفذت عملية المداهمة والتوقيف قامت بنقل الأشخاص الموقوفين إلى مركز الأمن الجهوي بالداخل لمواصلة التحقيقات معهم بأوامر من النيابة العامة المختصة قصد الوصول لكافة أفراد شبكة الهجرة والاتجار في البشر. انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة أم البنين بنت مبارك ولد سيد أحمد عن سن تناهز 97 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة لميار. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة زينة بنت بوجمعة مواليد الدراوي عن عمر يناهز 87 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة إيتوسا مسيعيد وسعيدة، تغمد الله الفقيدتين بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون. والآن نصل مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة بأقاليم الجنوبية ليوم غد إن شاء الله، إذ سيكون الطقس حار بعموم المناطق الجنوبية. درجة الحرارة العليا ستسجل 19 درجة بالعاصمة الرباط، 25 درجة بسيدي فني، 34 درجة بقليمين، 30 درجة بالطنطان، 37 درجة بأسا، 36 درجة بالزاك، 23 درجة بالطرفاية، 31 درجة بالعيون، 39 درجة بالسمارة، 37 درجة ببكرة، 25 درجة ببوشدر. خمسة وثلاثين درجة بقلتة الزمور، 38 درجة بأم دريقة، 21 درجة بالداخلة، 37 درجة بأوسرت، 25 درجة بالقوارة. كما سيكون البحر قليل الهجم بعموم السواحل الجنوبية. شروق الشمس بمدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة 6:29، أما الغروب فسيكون في حدود الساعة 7:14 بمشيئة الله. درجات الحرارة بعض المناطق المجاورة لبلادنا: 36 درجة بتندوف الرابوني وتودني، 38 درجة بزويرات، 33 درجة بنوادي، 40 درجة بأطار وباماكو، 34 درجة بنواكشوط، 42 درجة بكيهدي. في ختام هذه النشرة المباشرة لم يبقى لنا مشاهدينا الكرام إلا أن نذكركم بأبرز عناوينها. رئيس الحكومة يؤكد ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي خصوصا في شقه الاجتماعي. ومن بوجدور تابعنا اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة أسعار وجودة المنتجات الغذائية تكثف من جولاتها الميدانية اليومية خلال شهر رمضان الأبرار. في النشرة أيضا رصدنا من طرفها نسخة الأولى من ليالي المديح النبوي الشريف. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وإلى الغد إن شاء الله.